فعندنا لو عندي بشكل عام راح يكون سواء بالكلاسيكال او بالديجيتال كنترول كونفنشنال كنترول او بالكنترول في عندي سيستم في له انبوت في له اوتبوت. طبعا في حاله الكومبلكس سيستم راح يكون لهم مالتيبل انبوتس مالتيبل اوتبوت. هذول حتى نعملهم موديلنج المالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت بنستخدم ستيت سبيس. ما بينفع الترانسفير فانكشن ميثود ما بينفع. خلينا نحكي عنها على السريع هذه الفكره حتى تكون ببالكم، ما لهاش علاقه بالكورس هذا بس خلينا بس نحكي عنها. الترانسفير فانكشن ترانسفير فانكشن ابروتش، افترض انه عندي لينير سيستم وبفترض انه عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت. ستيت سبيس في كمان بفترض انه تايم انفيريانت، يعني الترانسفير فانكشن ما بتتغير مع الزمن. هي احد الاختلافات الاساسيه ما بين هاي الكونفنشنال موديلنج. احنا اليوم راح نحكي شوي عن الكونفنشنال موديلنج اللي درستوه وين؟ بالمودرنج سيميليشن وبعدين بالكنترول. اذا رحتوا على المودرن كنترول بدنا نتعامل هاي الاشياء بتبطل مشكله، بقدر اصير اتعامل معها. اللينير ممكن اتعامل مع نون لينير سيستمز. بقدر اتعامل مع مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوتس، والسيستم ممكن يصير تايم فيريانت. تايم فيريانت يعني بيختلف مع الزمن، يعني ترانسفير الفاليو اللي كانت دامبر كي كانت مثلا قيمتها 3 هون بتضلها 3، الدامبر ما بتغير خصائصها خلال هاي، لكن احنا في عندنا انظمه بتتغير خصائصها مع الوقت. زي لو عندي انا صاروخ، لو عندك صاروخ وفي له ماس، الماس تبعته بتتغير كثير. ليش؟ الوقود اللي عم بروح منه بطلت اقدر اهمله واعتبر انه وقوده ثابت والماس تبعته ثابته. هذا بقدرش احله بالترانسفير فانكشن ميثود، بدي اروح على المودرن ميثود. المودرن ميثود بستخدم ستيت سبيس، فبصير عندي تايم فيريانت سيستمز. اوكي، هذا ملخص سريع بس على فكره الموديلنج. الموديلنج وبعدين التصميم لازم استخدم ستيت سبيس ميثودز. هلا انتم بهذا الكورس احنا ما بناخذش موديل كنترول، مش رح نحكي عن موديل كنترول او ستيت سبيس، بس حتى تعرفوا الليميتيشنز القصور او المحددات الليميتيشنز تبعت الترانسفير فانكشن ميثود. ماشي، واضحه هاي الفكره؟ اللي هي اذا هون الاختلافات الاساسيه ما بين ستيت سبيس والترانسفير فانكشن.